مبروك مبروك يا وسام، ناجح ناجح وبتفوق كمان. يعني رح أحصل على المنحة لكمل؟ ورح تكون أهم دكتور بالبلد. لو كانوا بابا وماما عايشين كانت الفرحة أكبر وأجمل. مش هيك؟ وسام أنا بتمنى أكون إلك ماما وبابا وكل شي بحياتك. أنت أغلى من كل شي. أقولك ماما؟ نعم؟ هون كان بيت بربر مالك، ما هيك؟ وبعده؟ لأنك أنت مت قبلها، هيك هي خبرتني. طالما بعدك طيب ليش أنت ما كنت تكتب لي؟ يا ما كتبت وأقعد أنطر وأنطر وما في جواب. صورتك ما كانت تروح من بالي، خصوصا لما أكون واصل على البيت تركض وتتعبشق برقبتي وقلك انت قرقور مين؟ انا قرقور بابي. بعدك بتذكر يا وسام؟ بذكر. ليش عندي شي حلو بطفولتي اتذكره؟ كانت فترة الطفولة صعبة كتير، خصوصا لما بيكون لا حول إلك ولا قوة، إلا أنه القدر بعت لي النور بليل مظلم.
بعت لي إنسانة خلتني أحس بأنه شلل وهم لما بيكون الحب موجود. دفعتني أتعلم، مساعدتني أتغلب على المرض. ما فيي أوصف لك يا بربر قديش الحب بيعطيك القوة والاستمرارية بهالحياة الصعبة. ومن هيك البيت تسكر كل هالمدة. كبر وسام، ويا ريته بقي صغير ولا شفته بهالمنظر. ولا يهمك، هالحادث خلاني اعرف انه ما في شي صعب بهالحياة. الامل موجود. هيك قال لي الحكيم، بس لازم عملية بالخارج لأرجع امشي واركض واتعمشق برقبتك. صحيح يا وسام، اذا هيك المال موجود لحتى تسافر. وانت وين كنت كل هالغيبة؟ كنت كل يوم ببلد. ما هو الواحد بيقول بسافر سنة وبرجع، والسنة بتجر السنة، والشغل سرقني منكم كل هالوقت، وأنا يا غافل إلك الله قاعد بهالفيلا مبسوط ومرتاح. صحيح أنت تعذبت، بس هاي شغلة مهمة. ما في شي بيخلينا نكون كبار مثل العذاب الكبير. ماما 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 ماما. أكيد وسام نجح. ليش أنت كان يسقط؟ بس المفاجأة الكبيرة إنه بيو لوسام رجع. تأخرت هالمرة يا قبوط. خلصت البرمي على الشبيحة وجيتك على طول. هيدا ظرف سرقجي، وهيدا ظرف شحدين، وهيدا ظرف البحرية، وهيدا ظرف المطار. ومن أيمتى كنت تجيب ظروف من المطار يا قبوط؟ الظرف اللي جيب لك إيه؟ شو ظرف؟ محرز لك زمان ناطره. اهلا اهلا، اشتقنا لك يا بربر، كانت غيبتك طويلة. 15 سنة. وينو يا عبود؟ واحد كان مسافر ورجع، وين بدك اياه يكون؟ قلت لك وينو. صح صح، ببيته سيدنا. الليلة بتروح بتبرم على كل الشبيحة، وبدي اياهم بكره كلهم يكونوا هون. صحة صحة، بأمرك سيدنا، بأمرك. وهالمهنة اللي تعلمتها بالمستشفى خلتني ما عوز حدا، وعيش وكفي علمي. أنت إنسان عظيم يا وسام. طبعا طالع لبيه. جاي لعندك حدا من أصحابك؟ لا، ما في بالعادة يزورني حدا بالليل. طيب أنا رح شوف مين. مبروك.
هيدا انت؟ يسعد صباحك من الله. ولصة هيئتك طلع لي بالجهاز. خير ان شاء الله، شوفي. كل خير. بس في غرض صغير هيك نسيته معي. غرض؟ شو هو؟ غرض بياخد من اجره. اسمه الأعرج. أعرج. وينه؟ ناطرك. جمدوا كل الأعمال. بس لو تعرف يا ريس شو عنا خسارة يومية. بعرف بعرف. ما بدي حدا يعلمني شو لازم أعمل. نبذوا يلي عم إلكن عنه بس. كل واحد منكم يروح على بيته وينتظر مني إشارة. بحري. نعم رئيس. خليك عايزك. حاضر. وين صار المطرح؟ هون ورا هالتلة. ضربة حجر. واقف. شو بك؟ ما هلا كنت بعقلتك. قلت لك واقف. يلا كسدر. لوين حبيب قلبي؟ قل له لمعلمك مالي جنيته، وإذا بعد بتقرب صوب بيتي إجرايك بكسر لك إياه ونشوف. فهمت؟ شو حشرني؟ الله يخلي البيت لأصحابه. بخاطرك حبيب قلبي. يلا. ليش لوحدك؟ قال ماله جلادتك. شو؟ هيك هو قال لي. خلاص ختيرت. بربر الحمد لله على السلامة. فيك تقلي من وين بتصير تجيب هالسؤالات؟ أي سؤالات؟ شو بك؟ نسيت كم مرة أحرجته للرجال وبعد شوي راح يبطل حاضر. عيب الواحد يستفهم؟ يستفهم؟ بدك ما تواخذني؟ لا شو بدك فيي؟ أنا عقلي هيك. طيب ما تزعل. ليش بقدر أزعل مني؟ سوزان؟ ها؟ شو رأيك ببربر؟ بيجنن. هي نحن هون. يا حرام، بدك ما تواخذني. بهالملف في كل شيء بخصك يا بربر. فيك تعتبره تاريخ حياتك. كيف عملت العملية برا؟ وكيف انحبست؟ والوصولات يلي كنت اخذهم لمدامتك؟ مع ورقة الوفاة يلي زورت لك ياها وسلمتها لمدامتك. هالورقة هي يلي خلتني عايش لهلأ. وعايش انت كمان. هلأ أنا كل هالتفنجات ما بيهموني. أنا بهمني آخد حصتي من العملية. بربر جيب معه مصاري كتير يا سوزان. رح سافر انا وياكي حتى اعمل العمليه. يعني في امل يا وسام؟ هيك وعدني. بس بتكلف كتير. اللي فهمته منه انه جاي مليونير. انا وياك اكلنا الخازوق يا بربر، واللي كسب الصفقه جميل بيك. شو؟ بيك؟ جميل بيك؟ ومن امتى هالترس وصار بيك؟
الدنيا تغيرت كتير بغيابك يا بربر. يا ما ترسوا صاروا بكوات، ويا ما بكوات صاروا ترسوا. لك يا عرج، انا بسوحه برجع على الحبس من جديد. ها لو كان هذا الحل كنت انا قتلته وريحتك منه. لكن شو الحل؟ هلا صرت تعجبني كمان الحل بهالملف. هو عاد تحكي معي بهالموضوع. قلت لك مستعد تسوح جميل لانه خرب لي حياتي، بس ما مستعد ابدا اتعامل بهالاشياء الممنوعه. مين قال لك اشياء ممنوعه؟ العمليه من ابسط ما يكون، لا فيها سرقه ولا مخدرات، لا فيها تهريب ولا كسر وخلع. العمليه فيك تعتبرها توصيله. توصيله يا بربر مليون دولار. لكن ما تواخذني، لازمك شوفير تاكسي عن اذنك، وانا بتصافى مع جميل. عفوا جميل بيك. بربر انا رجا بربر، ولو كنت بوثق بغيرك ما كنت انطرت كل هالسنين، والعمليه من ضمن انتقامك من جميل. انت عرج وابني مكرسح، وبفضل خدمة ابني على خدمتك. Ha ha ha!
مساء الخير يا حلوه. اهلا سيد بربر، تفضل. عافاكي، فكرتك رح تغلطي. اغلط بشو؟ لو تغلطي وتقولي لي تفضل عمو بربر كنت شعرت اني ختيار. ولو يا عمو بربر، ما بعدك شيخ الشباب. يقصف دينتك شو قويه. تفضل. ماما شو في يا سوزان؟ ابو وسام عنا. صحيح، كيف وسام؟ وسام بيسلم عليكي ومشتاق لك. اهلا وسهلا بالسيد بربر. اهلا فيكي سوزان. معجبه بحضرتك كتير يا سيد بربر. لا هيك بصير بده يغار وسام. سوزان حبيبتي فوتي على المطبخ شوفي شو بدك تقدمي للسيد بربر. يمكن زيارتي مش بوقتها. بالعكس هلا صار وقتها. انا حبيت انك تكون لوحدك لنحكي بصراحه مش قدام ولادنا. من زمان بتعرفي الاعرج؟ برافو برافو برافو، دخلت بالموضوع مباشره. المهم اني بعرفه ومش مهم من امتى. على كل حال انا ما جاي بخصوص الاعرج، جاي احكي بموضوع بخص بنتك وابني. بعرف بس انا موضوع الاعرج بهمني اكتر. عمهلك ما تتسرع، ولادنا ما بيعرفوا شي عنك وعني. خلينا نبحث عن طريقة نساعدهم فيها. أنا موافقة إنه بنتي تختار شريك حياتها حتى ولو كان بوضع وسام. مهم تقبض الثمن. مش أنا. هي وسام اللي رح يقبضوا الثمن لحتى يعيشوا بسعادة. بس وسام عنده 70% أمل إنه يشفى. هيدا إذا عمل العملية. بس من وين بده يعمل العملية؟ من الأموال اللي تركها أبوه. هلا أنت كنت موافقة على زواجهم، شو عدا ما بدا؟ مظبوط، أنا كنت موافقة لأنك بالنسبة لإلنا ميت. بس هلأ اختلف الوضع. هلأ اختلف الوضع أو ما اختلف، ضروري وسام يسافر ولازم سوزان تكون معه. وحتى يقدروا يسافروا لازم تنفذ عملية الأعرج وتعطيهم مصاري، ولا يقدروا يتزوجوا لازم أنا أكون شريكي بالعملية. حصتي بتكون نقوط لزواجهم، وحصتك بتاخدها وبتترك البلد وبتختفي من حياتهم. انت جنيتي؟ جنيت؟ جنيت لاني عم فتش على مستقبل بنتي؟ الجنون اني جوز بنتي لقبل مجرم مقضى حياته بالسجون. كل الناس بتفتش على سعادة ولادها. انت شو قدمت لابنك غير الفقر والسمعة الطيبة؟ هاي العملية مظبطة تمام ببيت الياه. أهلا وسهلا بأبو وسام. سوزان بتحبي وسام كتير؟ وسام أكبر من حب يا عمو. سوزان ليش زعلتي يا ماما؟ لازم تعرفي بأنه شو ما كان الحكي اللي بتحكوا مع بعضكم لا بهمني ولا بهم وسام، نحن متفقين. انت سمعتي شي من الحديث اللي حكيناه انا وامك؟ مش من عادتي يا عمو تسمع على حديث حدا، هي بسموها قلة ادب. برافو سوزان، انا واثق بانه وسام رح يشفى ان شاء الله. اللي بيعرف بنت مثلك مش بس لازم يمشي،
لازم يطير فوق الكون كمان. على كل حال طمنك، امك موافقة وانا وياها اتفقنا على كل شيء. ميرسي، انا كنت واثقة من انسانيتك. هلا هيو حالكن على السفر انت ووسام، لازم وسام يسافر ويعمل العملية بوقت قريب. عن اذنك يا ست نجلة. قديش المبلغ؟ 200,000 دولار. موافق. برافو. والنص هلا. وانا موافق. شو مطلوب مني؟ صبا قلت لك توصيله. نص ساعة بدوق ابو وسام اطيب اكل من ايدي. رح بلش غارة؟ صحيح، ما قال لك وين راح؟ شو ناسي انه ابو وسام بعده شاب؟ يا عيب الشوم عليك، هيك بتحكي عن بياك؟ شو فيها ولو؟ ايه بلا سؤالي. الصورة والفلوس بالملف مع خارطة مفصلة للبيت. توصيلي حلوة. مين هيدي؟ بن جميل بيك. هيدي الطريقة الوحيدة لأقدر أحصل على حصتي من جميل بيك مع فائدة المصريات خلال 15 سنة. لوين بدك تروح فيها؟ كمان مكتوب بالملف، والتنفيذ بكرة. أنا اللي بقرر. قرر بس بسرعة يا بربر. شو القصة؟ خير إن شاء الله، لأنه ما رح نشوف بعضنا. بدي إياك راجع عم تمشي. خير. وقف العملية. شو عم تقول؟ سمعتني منيح. وال100,000 دولار هدية مني إلك. بيظهر جميل بيك سلمك مفاتيح الخزنة
واكثر من هيك بكتير يا ارج. الصفقه اللي كنت بدي اعملها معه حصلت عليها بدون تعب. فهمني اكثر يا عصام. جميل بيك قبلي جوزني ريما. تصور البنت يلي كنت عم خطط ساوم جميل بيك عليها، اكتشفت انها بتحبني وراح نتجوز يا عرش. مبروك يا عصام. شكرا. ومثل ما قلت لك اعمالنا راح بتصير اكبر واضمن. اخرت كتير يا اصلع. هذا القصر شايف شو حلو؟ عصام ما بدي وصيك بريما يا عصام. ولو يا عم، ريما رح تكون اسعد امراه بالعالم. انا بشوف شبابي فيك يا عصام، اخلاصك الي وثقتي فيك هني اللي خلوني جوزك بنتي. تاكد يا ريس اني رح كون عند حسن ظنك. هلا انت صرت صهري، كلمه ريس الغياب وقل لي يا عمي. حاضر يا عمي. حرك راسك بتصير بلا راس. انت مين؟ ما دخلك؟ ريما بهي غرفة. ما بعرف. قدي رقم الغرفة؟ 414. برافو. فتح سيارة. هلا على الصندوق مثل الشاطر. على الصندوق.
مد ايدك لبرا اكتر. بيس بيس اكلت الجبن خزقت الكيس. من فضلك
اطلب لي هالنمره. وين فركها هيدا بلا؟ فرصة ولخيي، راح يدبر حاله، مع ابويك شو بيخلي معلمه احلى منه؟ لك آخ على هالبلد، ما بقى تعرف مين مع مين. وكهلا وقت سياسة؟ لخيي هوي، هوي. ما لازم حدا يعرف شو صار يا عصام، مفهوم؟ لازم نحن نعرف وين راحت ريما ونرجعها. أنا اللي لازم رجعها وأشرب دم اللي عمل فيه هالشي. لازم أقتله، لازم أقتله. خد البوس هيدا. اهلا وسهلا. ابعتوا لي الفاتورة على البيت. بأمرك جميل بيك. نزال على الكراج، قل له للشوفير عصام بيك يلحقنا على الفيلا. بس الشوفير اخذ السياره وراح، فاذا بس يجي قل له. حاضر جميل بيك، تحت امرك. ولك بعمرك شفت هيك شيء؟ واحد ما لحق يبلش حتى اجته كبسه. ما قلت لك ما بقى تعرف بهالبلد مين عم بدق بمين. لك شو قصتك كل ما فتحنا موضوع بيجي بيصير السياسي يا زلمه؟ هوايه لخيي، هوايه. Thank you.
عريس جديد. لقطة. فشلت. أحسن ليك تمشي معي برواق. هيك بتوفري على حالك عذاب وعلي تعب. كمان فشلت. امشي. امشي. لوين أخذني؟ فجهنم. مشي. ألو. أكيد الآن. معلش هدي أعصابك. شو بدك؟ ثلاث ملايين ليرة. أنت مين؟ عرفته. هيدا الأعرج. الأعرج؟ مين الأعرج؟ رفيق الصبا. بس شو فيقوا علي بعد 15 سنة. قال له صحي لك. قال له واعي لك. بسيطة يا أعرج. وين بدك تطير؟ برافو بربر نجح. والبيك مسكين بده يعرف مين عم يهزله السرير. وعرف؟ لو عرف ما كان سأل. والسعلي؟ سعلة ما كانت على ايامه. هو اللي هداني اياها. راح يدفع ثمنها غالي كتير. شو عرفت وين رح نلتقي؟ ايه عرفت. وانت شو رح تعمل؟ الله يرضى عليك. كل انسان يشوف شغله. لا تنسى انه بنتك بايدي. وقت اللي بدي بسمعك خبرها. الهيئة اعلنت حرب علينا. طمن بالك يا بحري. حرب خسرانة. البنت بايدنا. وإذا قتلنا مش رح يعرف وينية. وإذا انكمشنا؟ إذا. يلا يا بحري. لوين؟ هلا إجا دورنا. النعجة فيها تهرب من الديب. انت فيك تهربي مني. اه
هون رح نلتقي. هيدا المكان اللي متفقين عليه؟ وصل يا ست نجلة وصل ومعه البنت. ليش عملت هيك؟ مهمتها خلصت، بس هي اللي قدرت تقنع بربر يقوم بالعملية، ومشان هيك لازم اتخلص منها قبل بربر. قبل بربر؟ طبعا، لأنه بربر بنظر جميل بيك والشرطة شخص ميت، فلازم يبقى ميت. مخك كبير يا أعرج. وحقدي أكبر يا بحري. وهلأ لوين؟ للمكان المظبوط يلي حنلاقي فيه بربر والقبوط. مصر 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 مصر. لا 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 شو قصة؟ ولا طول بالك. وحياة صلعتك ما دخلني. الأعرج وين يا عبود؟ هاتوا مشان وين لازم يكون؟ قول شي مطرح. وين قولك؟ الأعرج وين؟ لازم نوصل عالشير هيدا اللي فوق لنلاقي مطرح نلطم الشتاء. يلا وحش وحش وحش. خلصي قد ما اكون وحش مش قد ابوكي. يلا مشي. في قدامك حلين، او الموت او بتحكي. بحكي بس. قديش تدفع؟ قد ما بدك. 100,000 ليرة وبصير واحد منكم. احكي. قدام جميل بيك بحكي. حملو. Thank you.
انا رايح جيب شويه حطب وارجع. اوعى تتحركي من هون. بنتك اليوم راح يستلمها الأعرج. ومن مين بده يستلمها؟ من بربر مالك. بربر مالك؟ أبوط. بربر مالك مات بالسجن بأوروبا من 10 سنين. بربر بعده طيب. لك لا يا عمي. يا عمي الأعرج هو اخترع موته وزور له ورقة وفاة وعطاها على مرته. أكيد بربر راح ينتقم مني عن طريق بنتي. أبوط ها؟ وين راح يصير التسليم؟
انا باخدك. بس دخيل عرضك مش الحل الامنيه يعني، خليني بعيد. ايه عصام، اجمع رجال بسرعه، وهالمره انا رح اعمل ورقه الوفاه لبربر ومعه الاعرج. حلو حلو كثير. لازم تقدر تمشي لحتى نقدر نوصل. راسي ثلج كتير. شو قولك بيوصل؟ بربر دايما بيوصل، بس كان لازم يوصل من 3 ساعات. اكيد الثلج مأخره. بربر عبوط حبيب قلبي عبوط. وين بربر؟ لحظة وبتشوفوا. شايف الله طلي؟ سبحان الخير. وين بربر يا أعرج؟ شو اللي فيقك علي يا أعرج؟ ليش أمتى نسيتك تفوق عليك؟ وما لقيت غير بنتي؟ هيدي الصفقة الوحيدة اللي بقدر أربحها منك. بعدين اسأل سهرك، مين صاحب الفكرة؟ بس طلعت سلتك فاضي. عم تحلم. أحسن لك تدفع وتروح قبل ما يوصل بربر، لأنه إذا وصل وشافك هون رح يقتلك ويقتل البنت. لما راح عصام ليقلك وقف العملية، أنا اللي بعدته، لأنه خبرني كل شيء لحساب مين عامل العملية. شفت ليش أنا واثق إنه ما فيك تقتلني؟ لكن بك طول بالك جميل بك. قتلك مش مهم، المهم ترجع ريما طيبة، وبعدين أنا بتصرف مع اللي استخدمك. ادفاع بتعرف يا جميل بيك. Thank you.
التلج برا جبال، صار طريقنا صعب. ورحلتك فشلت. اتأكدي ما فرقاني معي إذا بتموتي، بس مطلوب مني وصلك طيبة. طمن، أنا وياك رح نموت سوا، إذا ما كان من البرد من الجوع. أنا ما بقى عندي شيء أخسر. الخسارة الكبيرة رح بتكون على أبوك. كتير حقد على بابا. بابا، شو حلوة هالكلمة. ابني انحرم منها 15 سنة. انت عندك ولاد؟ وسام. كيف انسان عنده ولاد بيقدر يخطف ولاد الناس ويعذبهم؟ بيك خطف من عمري 15 سنة، ما فكر انه عندي ابن حرام من بيو كل هالمدة. مش بس هيك، صار مشلول كمان. وانا؟ انا شو خصني؟ مش انت، بيك. يعني اذا بي غلط معك انا لازم ادفع الثمن؟ عافاكي، مثل ما ابني دفع ثمن اغلاطي، انت كمان عم تدفعي ثمن اغلاط بيك. ما زالك عم تحكي بالثمن. قد ايه بدك ثمن حريتي؟ حرية شي عظيم. لما كنت بالحبس كنت احلم فيها، كانت حلمي الوحيد. لما طلعت لقيت الناس اللي برا عم بيحلموا فيها مثلي. تعرفي ليش؟ لا ما بك شي، مجرم شاعري. ليش من غير شر؟ لأنه الحرية مثل السعادة، موجودة داخل الإنسان. إذا بيفتش عليها برات حاله رح يحس إنه تعيس. بتصير الأرض كلها حبس. هيدا إذا كان إنسان. الوحش اللي مثلك ما بحق له يحكي عن الحرية إلا إذا بيشوف حريته بموت غيره. طلع طلع منيح، بتشوف قديش الحرية اللي عم تحكي عنها موجودة. طلع طلع. كيفي؟ هلا ما رح فيكي تفهمي. إذا وصلنا وتمت الصفقة ساعتها رح تعرفي كل شيء على حقيقته. شو؟ لحد هلا مش مبين شيء. ناطرين لغاية ما يوصل. تعتقد بيطول؟ خايف يا عصام؟ من شو بدي خايف؟ من التلج مثلا. يلا لوين؟ لما منوصل بتعرفي. مهلك بعد التعب هلا منوصل ومنرتاح. أي قومي. شي
شيء. طمنا يا بها البنت كيف؟ اسمعي يا ريما، في لعبة مدبرة ويمكن أبوكي موجود هون. أرجوك يا بربر ما تقتلو. عصام هددني إذا ما تجوزنا رح يقتل البابا. قبلت وحسسته اني بحبه لاني بحب البابا وما بدي اياه يموت. عجيب امركم يا هالولاد، بتحبوا بياتكم لو كانوا سبب عذابكم. ذكرتيني بابني يا ريما. بحياة ابنك اترك بي يعيش. رح حاول يا ريما، رح حاول. شو خي بربر؟ بنجيب لك منخول؟ مستحي تفرجينا وجهك الحلو؟ وين الست نجلة يا عرج؟ قطرتك جوا مع حصتك. جميل بيك دفع 3 ملايين، 3 ملايين، مليون يلتع مليون خي بربر. Thank you.
ما تركيني انا خلاص صرت مثل قلتها. وعدتني وما قدرت تنفذ وعدك. معليش بتصار لك علي وراح حاول اني ساعدك. دلنا على طريق المغارة. رح كمل الطريق معك لاني صرت مثلك مطارده بعد اللي شفته. لعبه الكبار يا ريما دايما بتطلع براس الصغار. دلنا على الطريق يا بربر. بحاول يا ريما بحاول. طمني يا كابتن طارق. في اشرب قهوه سيدنا. فيك بس صارت بليره. الصفقه خسروها الكل بما فيهم محسوبك. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. يهنيك السلامة. كمان الله يسلمك. معزومين على فنجان قهوة عنا. إن شاء الله ما يكون على الريحة. طمن. سكر زيادة. ما تخلوني أندم على إني رجعت. بالعكس يا وسام. البلد بحاجة لأمثالك وأمثال سوزان. مع إنه أهلنا مجرمين. اليوم الناس بتعرف انت مين يا وسام. لازم نخلص من انت ابن مين. بس ما فيك تنكر يا حضرة الضابط انت ابن مين. انا ابن هالبلد يا دوموزيل. احنا ما بدنا نتخبى بخيل اصبعنا. دوموزيل سوزان امك عطيتك عمرة. انقتلت بالعملية. وابوك يا وسام بعدنا مش ملاقيينه. قديه صار له مختفي؟ راح يصير ختيار. ولو صار ختيار ما بيمنع نفتش عليه شيك حضرة الضابط. ايديك تعبوا يا ريما. بكفي. صار لازم يرتاح. انا كمان حاسس انه صار لازم ارتاح. لازم ترتاح بس مش هلا، بعد ما يشوفك حكيم ويخلصك من الالم. بتعرفي يا ريما عم اشعر لاول مره بوجع ما كنت حسه من قبل.
بشوف ابني وسام اقوى مني. عم احسده عقد ما صبر. ريما اوليك نجحت العمليه وصار وسام يقدر يمشي. ما بعرف يا بربر، ما بعرف. كل اللي بعرفه انه لازم نروح من هون ونفتش على محل تقدر تتطبب فيه. تركيني يا ريما وروحي. يمكن ارتاح اكتر. لو بعرف اذا تركتك بترتاح كنت تركتك يا بربر. برجع بحلفك بابنك وسام، ساعدني لنوصل عاقرب حكيم. لشو يا ريما؟ ما بعرف، بس حاسه انه ما لازم اتركك ابدا. الدوريه هيدي يا وسام بعدها واصله، وكانت عم تدور على بيها. ليش تعذبيني؟ تركيني موت هون وروحي. لوين بدك ياني روح؟ مين باقي لي؟ بعدك صبيكي، معك مصاري، رح بتلاقي كتار يكونوا حدك. مثل مين؟ مثل عريس عصام؟ شو النفع إذا الوحدة تعلمت وكبرت؟ لما صارت تعرف قيمة الحب والحياة، لقيت حالها بمجتمع كله موت ومصاري، لقيت الناس كلها وحوش عم تاكل بعضها، ولقيت حالها صفقة الكل عم بيتقاتلوا عليها. قوم يا بربر، عصام جاي. أنا تعبت يا ريما، تعبت. تركيني يقتلني، تركيني نام هون وارتاح. لا لا، حتعيش معكن، لازم كون مثلكن.
اعطيه فرصه حتى يعيش. الميمون إلى القاعدة بدي إشارة إلى الهدف ثلاثة رقم ثلاثة. تزعل يا وسام، أنا راح أبقى عايش فيك، أنت الشباب، أنت العمر، أنت نهائي. بربر تركا، تركا يا حضرة الضائع. Yeah.